رشيكادا، فيليبين، شكيكدا، مدينة الفراولة، كلها أسماء لمدينة جميلة. بطبيعتها الغابية وسواحلها البحرية وهضابها الجبلية، وكذا شواطئها التي تمتد من شبه جزيرة القل إلى سيدي عكاشة مرورا بخليج شطورة. يمتد الشريط الساحلي لولاية كيكدا على طول 140 كيلومتر، يشمل 14 بلدية. يتربع الغطاء النباتي الغابي لولاية كيكدا على مساحة قدرها 198,420 هكتار بمعدل 48% من المساحة الإجمالية للولاية، وتشمل الأنواع التالية من الأشجار: البلوط الفليلي، بلوط الزيت، الصنوبر البحري، الصنوبر الحلبي، الكاليتوس، وأكاسيا. إن المساحات الخضراء تلعب دورا كبيرا في الترفيه والاستجمام وإعطاء منظر جميل للمدن. تمتلك مدينتنا عدد من الحدائق والمساحات الخضراء زادتها جمالا وبهاء. تمتلك ولايتنا مركبا سياحيا هاما بمساحة تقدر 42,100 هكتار، يتمثل في مركب المنطقة الرطبة قرباس صنهاجة، صنف كمنطقة محمية ذات أهمية دوليا طبقا لاتفاقية رامسار. مدينتنا حياتنا، لنحافظ على جمالها ضمانا للأجيال القادمة.